موضة العباءة عند بعض نسائنا مصممة في فرنسا. أين العقل؟ ولذلك لماذا انتشر في مجتمعنا تجار يبيعون الميني جوب والميني ميني جوب والاسترتش والكت واللي طلع؟ طبعا هالأسماء يا الله حفظتها، لكن معناها يا أخوان كما سمعت أنها قصير وأقصر من القصير وأقصر أقصر من القصير. تنورة طلع نصف الساق، ثم تنورة طلع فوق الركبة، ثم تنورة ما أدري وش تطلع، لابسة من غير هدوم كاشفة للعورات، تستر القبيحة وتظهر الحسن. من الذي زين لهم كشف العورات؟ إنه الشيطان، لأنهم أتباعه، لأنهم أفضل طلاب في مدرسة الشيطان التي تخصصت في كشف العورات. من صفات إذن أولئك حب كشف العورة. ولذلك الآن لماذا عرف عند الناس العروس في الفرح كيف تلبس؟ أليس فستان العروس لابد أن تتجرد من المخيط إلا قليلا؟ ملابس النساء في الأفراح مع أن بعضهن عاقلة وبعضهن زوجها مستقيم، فإذا جاء أتى الزواج جاءتهم لوثة كذا من كيد الشيطان ومن وسوسته، فقالوا الفستان البنت يجب قصير ومنفوش ولابسة من غير هدوم، وسبب ذلك أن الشيطان زين لهم هذا حتى استمرأه الناس حتى كشفت العورات، بل سميت الموضة فاشن. وترى بعض النساء يتابعن الفاشن أو الموضة هذه، والموضة في الأصل من وين؟ طالعة من مكة؟ طالعة من المدينة؟ طالعة من الرياض؟ الموضة طالعة من بلاد نصف أهلها لا يعرف أبناؤهم من آباؤهم. نعم ضاعت أعراضهم، كشفت موضة العباءة عند بعض نسائنا مصممة في فرنسا. أين العقل؟ الفرنسا متى سترت عورات النساء في فرنسا حتى تكون عباءاتنا ربطة فرنسية وقصة فرنسية؟ إنما هو كيد الشيطان. إذن من صفات من يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، من صفاته أنه يحب أن يرى لحوم النساء، يحب أن تخرج المرأة عينها، أن تجمل عينها بكحل ومسكرة وظل، ثم تبدأ تخرج أجمل ما فيها وتستر أقبح ما فيها لتميل. فإذا مالت المرأة مال من؟ الرجل؟ لا، إذا مالت المرأة مال المجتمع كله. المرأة تهز سرير طفلها فتهز المجتمع، فتربيه فيحفظ الله المجتمع بحسن تربيتها. فإذا هي مالت وهزت السرير وهي غير تقية انهز المجتمع وسقط وتناثر.